صور حلوه. هذا سيدي فواز المراشحي، هو ان شاء الله قريبا يجي دوله الكويت ويشرح لنا منو هم قاعدين يطلعون مشروع او شيء. هاي كلها في باكستان، هاي محل عطور. وهذا ابو احمد العويصي صديق الوالد، كان معنا بلندن. هذا مع عمر بن حفيظ، هذا هني معاه بعد مشايخ اليمن، هذا هني من معاه. والله ناس لا يعدون ولا يحصوا سفرات. هذا مشايخ السودان. سيد وهني السيد يمشي رايح، سبحان الله. كله بأمان الله. هو هذا مريدين بالعالم، سبحان الله. هذيل علماء البعلوي. واختم هالصورة، قلت لكم هو متأمل جيد. شكرا.